السلام عليكم اخواني اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم من الاعجاب ديالكم. المهم هنا بغيت نشارك معكم هذا الريستو اللي انا كنا فيها، يعني فهذا يعني سلطه ديال تشاينيز اللي هي عباره عن ديسير في نفس الوقت، ديسير وهذا شلاضة. المهم ما غاديش نقول لكم، المهم نتوما كتشوفوا بعينيكم. المهم هنايا سمحوا لي الاخوات اللي كتبتوا لي، غبرت عليكم وشكرا لكم لانكم سولتوا عليا وكتسولوا عليا غير بعد، المهم غير مع بعض الظروف. شكرا لكم انكم كتسولوا عليا. دابا يلا كنحط لكم غير بعض الفيديوهات اللي انا سجلت شاركتهم معكم. هذا الطاجين بالبصله والزبيب وباللافيان وبالقرفه. المهم هذا الشيء اللي انا شاركه هنايا، واحد الايس كريم اللي هو عباره عن اناناس مخوي، اناناس معمرينها هكا بالايس كريم. ومهم غادي نخليكم مع تتمه الفيديو، وهذا المكان في مدينة مراكش الحمراء. وشكرا لكم، ولو عجبكم الفيديو ما تبقوش هنا بلي لايك سبسكرايب تقاسموا مع الأهل والأحباب والأصدقاء. فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну, короче, я не понимаю.